السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة الصف الثالث في درسنا اليوم بعنوان حقائق الضرب للعدد 7. هيا يا صغاري نتذكر معاً حقائق الضرب من خلال لعبة المطابقة. سوف نقوم بمساعدة أحمد في البحث عن الإجابات الصحيحة لجمل الضرب. أمامكم 4 جمل ضرب، هيا فكروا جيداً وساعدوا أحمد في المطابقة. 2 ضرب 4 يساوي 8، أنتم أبطال. 6 ضرب 5 يساوي 30، أنتم مميزون. 7 ضرب 3 يساوي 21، أنتم رائعون. وأخيراً 8 ضرب 4 يساوي 32، أنتم حقاً مبدعون. أعزائي الطلبة، هيا بنا نساعد أرنوب في إكمال نمط الأعداد والحصول على الجزرة. ماذا تلاحظون على نمط خط الأعداد؟ هل يزداد أم ينقص؟ أحسنتم، يزداد. كم يزداد في كل مرة؟ أنتم أذكياء، يزداد 7. هيا بنا نكمل معاً مع أرنوب خط الأعداد بإضافة 7 في كل خطوة. الأعداد 28، 35، 42. رائع، وهكذا حصل أرنوب على الجزرة. أعزائي الطلبة، كم عدد أيام الأسبوع؟ أحسنتم، 7. كم عدد أيام 3 أسابيع؟ دعونا نمثل ذلك بعملية الجمع. 7 + 7 + 7. هيا نمثل عملية الجمع المتكرر بجملة ضرب. كم مرة تكرر العدد 7؟ أحسنتم، 3 مرات. 3 ضرب 7 يساوي 21. بارك الله فيكم. هيا بنا نجد عدد الأيام في 6 أسابيع. عملية الجمع المتكرر هي 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 يساوي 42 يوماً. 6 ضرب 7 يساوي 42. كم عدد الأيام في 7 أسابيع؟ عملية الجمع المتكرر هي 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7. جملة الضرب تكون 7 ضرب 7 ويساوي 49. أحبائي، تعالوا بنا نساعد أحمد في كتابة جملة ضرب صحيحة للرسم المعروض. كم عدد المجموعات؟ أحسنتم، 9. كم عنصراً في المجموعة؟ 7. رائع. جملة الضرب 9 ضرب 7 يساوي 63. هيا بنا نساعد الفنان الصغير في تمثيل جملة الضرب بالرسم. أمامنا جملة الضرب 5 ضرب 7 يساوي 35. كم مجموعة نرسم؟ أحسنتم، 5. كم عنصراً داخل المجموعة؟ 7. رائعون. هيا شاهد معاً عملية تمثيل جملة الضرب. والآن أعزائي الطلبة، أريد منكم مساعدة سارة في حساب عدد الأقلام. هيا بنا. اشترت سارة 4 علب أقلام ملونة، في كل علبة 7 أقلام. كم قلماً اشترت سارة؟ الآن
سنناقش معا المسألة اللفظية. كم علبة اشترت سارة؟ أحسنتم، 4 علب. كم قلما في العلبة الواحدة؟ أحسنتم، 7 أقلام. عدد الأقلام التي اشترتها سارة هي 4 ضرب 7 يساوي 28. أنتم رائعون. أحبائي الصغار، تعلمنا اليوم حقائق الضرب للعدد 7. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. إلى اللقاء.